فأي قلب أشربها؟ عافانا الله وإياكم. وكأن الفتن أيها الكرام الفضلاء تأتي عند القلوب، فإذا كانت القلوب فقيرة من العلم الشرعي كالأرض البور الجدباء، فما الذي يحدث أول ما تنزل عليها أي نوع من الماء؟ السلام. لكن القلب الممتلئ بالسنة، الممتلئ بالفقه، الممتلئ بلزوم إيش؟ العلماء، تأتيه المسألة مباشرة، يتصل على من؟ على العالم الرباني يسأله، هذا يلفظها ولا يشرب منها شيء أبدا. شوف جمال التصوير حقيقة، حديث هذا حديث عظيم، وكأنه صور القلب كأرض جدباء قاحلة صحراء تنتظر أن يلقى عليها أي سائل، ماء أو غير ماء، آس أو عذب زلال، فما الذي يحدث؟ يشربها. ولذلك لا تكن كالإسفنجة، تعرف الإسفنجة البونش، الإسفنجة هذا تحطها على موية هيعمل لها إيش؟ يمتصها، تحطه والعياذ بالله على ماء آس فسيقوم بامتصاصها، لا تكن كالإسفنجة أخي المبارك أبدا. نعم.